23 عندنا some vocabulary in the classroom. in تعني بداخل the classroom راه هو القسم داخل القسم. but then we listen and repeat, so we have some vocabulary here. we will read these vocabulary words. so blackboard, black راه هي اسود وبورد هي لوحه. اذا لوحه سوداء. chair هو كرسي. sharpener اللي هي المنجاره. bookcase ولا book shelves تسمى حتى shelves اللي هما رفوف. students هذه راه باس يعني لانهم جوج الناس راهم بلورال. students. ruler اللي هي المسطره. color pencils اللي هما اقلام ملونه. notebooks دفاتر. desk مكتب. pen اللي هو السيلو. brushes اللي هما باش نرسمو. books اللي هما كتب. arc ruler هاي رولر هي مسطرة ولكن هذه دايره بحال الارك يعني نصف دائره. rubber اللي هي الممحاس. وpencil اللي هو قلم الرصاص. هما قال لك هنايا place the words in exercise in the right column يعني شكون اللي كاينين في الكلاس روم في وسط القسم وشكون اللي يمكننا نديروهم في school bag يعني يمكننا نديروهم في وسط المحفظه. ها هما هادو اللي انايا درتهم لكم بالاحمر هما اللي يمكننا نديروهم في school bag. now capital letters هاد capital letters تنعنيو بها الماجيسكول تنعنيو بها الحروف اللي خصنا حنا نكتبوهم كبار او ماجيسكول ماشي او مينيسكول. مثلا شنو هما اصلا الاسماء اللي ضروري نديروهم او ماجيسكول. عندنا days of the week اللي هما ايام الاسبوع. countries اللي هما الدول اسماء ديال الدول بحال دابا انجلاند نكتبو اي كبيره. monday ام كبيره. cities اللي هما المدن. villages اللي هما القرى مثلا. rabats are capitalized. nationalities languages اللي هما اللغات. school subjects المواد الدراسيه. و subject pronoun يلا هاد I ملي تكون تتهضر على راسك هاد الاي راه دائما تيكون capitalized واخا يكون في الاول ولا في الوسط ولا في الاخر. شوفهم ثم هنايا my name is عمر. اذا هاد عمر هادي شنو هي هاد راه اسم ديال شخص. اذا ضروري خص هاد الاو تكون capitalized. هاي capitalized. I am Moroccan. I هادي شنو قلنا راه دائما خصها تكون capitalized. ها هي. وموروكن اللي هي جنسيه. ها هي ناشناليتي هي الجنسيه. ها هي موروكن ام كبيره. today is tuesday شنو هو day of the week من ايام الاسبوع. my favorite subject is geography احنا انا كتبتها وما نقصها. اذا geography شنو هي راه school subjects اذا خصها تكون capitalized ضروري. ثم من بعد روما شنو هي راه سيتي. ها هي خصها تكتب ار كبيره. is the capital of Italy شنو هي country يعني انها دوله. I am from Inzgan. I دائما هاي I كبيرة. Inzgan شنو هي؟ Inzgan راها مدينة city. هاي كتبناها حتى هي ب I كبيرة capitalized.